أكونه حقيقة ليرتسم ويكون مشروعا من مشاريع المدينة، وأنا أخط سيرا لمعنى القهوة المختصة وأوصل هذه الثقافة لسكان مدينتي، كان حلم بسيط وأصبحت اليوم واقعا. لم أتيقن نجاحه الباهر بهذا الكم، كبر وتجسم بمعونة شباب المدينة المنورة لي، الذي لم يخيب ظني بقدراتهم وشغفهم وبطاقات شابات المدينة الذي قاسموني النجاح ليناصحوني كفة بحلويات فريدة صنعت بأيديهم بحب. اكتملنا لنكون فريق محمصة ومقهى كفة، وبفخر أعلن نجاحنا بعد الحمد والمنة لله. سنبدأ الآن في المحاور، وبإذن الله ستقسم على أعداد دقائق لكي نتيح الفرصة في النهاية لاستفساراتكم والإجابة على الاستفسارات حول أزمة كورونا أنجانا وإياكم منها. فأول محور هو تأثير الأزمة على مجريات العمل. صراحة محور جميل، لأن ما فيه منشأة في الوقت الحالي ما تأثرت من هذه الأزمة. إن شاء الله. عفوا، بس عشان يبان عندكم المحور نسيت أقلب سلايدات. فالمحور الأول مثل ما هو طالع عندكم على الشاشة فهو تأثير الأزمة على مجريات سير العمل. أتكلم عن هذا المحور بشيء بسيط من اللي واجهناه في محمصة ومقهى كفة ظل هذه الأزمة، أزمة كورونا جانا وإياكم منها يا رب. فأنا كلي فخر أن أكون جزء لا يعاد يرى بالعين من هذا الشعب الجبار الذي نرى وقفته في ظل تلك الظروف. تاجر صغير وتاجر كبير هو في خوف كبير، وقد لا ينام ليله تفكير وسهر فيما سيكون الغد. لديه موظفين، كل موظف لديه أسرة خلف هذا الموظف، هل سيظل الراتب كما كان أو لا؟ أزمة حقيقية، نقص في المبيعات، تأثير شامل لكل المملكة العربية السعودية، ولكن تحتاج إلى وقفة من ملاك المؤسسة، وتحتاج إلى أن يكون لديك فريق جبار كما قال مليكنا أطال الله في عمره، أن لدي شعب جبار وعظيم. اليوم خلف كل مؤسسة ترون نجاحها فريق جبار وعظيم، فريق جزء كبير من نجاح هذه المنشأة. الفريق اليوم إذا ساندك ووقف معك عشان يقدر أنه يقوم هذه المنشأة عفوا، فبيكون خطواتكم كلها نحو النجاح سواء أنت أو فريقك. ولكن هل هناك عجز في المبيعات حقيقي؟ نعم، هناك عجز في المبيعات، هناك قصور في المستودعات، هناك قل في جميع الأصناف اللي يقدمها هذه المنشأة. فحنا كفة واجهنا أزمة في بدايتنا، ولكن هل كنا نرى هذه الأزمة أنها بتكون؟ لا، ليس من البديهي أن الشخص يتنبأ مثل هذه الأوبئة أو الأشياء التي لا تكتب لا ترى، شيء من الله سبحانه وتعالى. فأي شخص، بعضهم يقول لك أنت المفترض أنك تحط شيء للأزمات، هذا فوق التصور، فوق الواقع. ولكن إذا أنت مكون مستهلك، ثق تماما أن المستهلك هذا راح يثق فيك ثقة عمياء، ثقة عمياء على سمع، ما هو ثقة عمياء أنه لا فقط يجي يشري على عماها، لا، لازم توريه. فأنا أقول لكل صاحب مؤسسة، صاحب منشأة، لا تقف مكتوف في اليدين، ابحث عن حلول تكون متميزة وتدلك على الطريق الصحيح، ترفع مبيعاتك شوي شوي، تشوف أخطائك وين، تشوف
الثغرات اللي موجودة عندك تسكرها. وأنا قلت لك في البداية لازم يكون معك فريق، إذا ما كان معك فريق وتخلى عنك راحت كل جهودك. فاليوم المنشأة عندنا المنشآت وخاصة المنشآت الجديدة، المنشآت الناشئة، يعني عمر كفة في السوق لم يتجاوز سنتين، ولكن ولله الحمد مكون مستهلك أعداد كبيرة، كون فريق، كون ولاء لمن حوله. اليوم لو واحد يتحدث عن كفة أنا أضمن أن المجلس اللي فيه 10-7 راح يدافعون عن هذه المحمصة، والسبب أن المحمصة نفسها البراند نفسه أنشأ هذا الحب والولاء للمستهلك. فالمستهلك هو نجاحك، فأنت كيف توفي هالشيء؟ لازم أن تتخطط من البداية. ما هو بتخطط أن عندك وباء، ما هو بتخطط أن عندك دروب، ما هو بتخطط أن عندك أشياء. لابد أن التعامل مع الفريق في أي منشأة تدري أن هذا الفريق هو نجاحك، تدري أن خلف أي جهاز، خلف أي مكينة، خلف أي شيء هو نجاحك. لا تحبط في أحد من الموظفين، فكن مع الموظفين ليكونوا معك أثناء الأزمات ويقفوا بصفك. فأي منشأة أنا أثق تماما إذا كان في موظفينها ولا ستصبح بإذن الله من أفضل إلى أفضل. طبعا من الأشياء اللي ذكرتها أذكرها لكم هي التعقيم والأشياء المميزة. التعقيم والأشياء اللي يراها المستهلك هذه لازم توصلها له، لازم تبين له كل جهودك اللي أنت بذلتها عشان تغير، عشان تكون معه، عشان تعطيه ثقة أكبر في الشيء اللي هو يبي يشوفه. هو اليوم هذا الوباء عندنا وإياكم منه ينتشر بطريقة فظيعة، فلابد أي شخص يتخوف، لابد أي شخص يخاف من الشيء اللي يبي يجيه. بس متى يكون فيه الثقة في المنشأة عشان تتجنب هذه الأشياء؟ طيب تأثير الأزمة على مجريات سير العمل تأثير كامل، أكاد أيقن أن جميع المنشآت أثر عليهم هذا الشيء. نبي ننتقل إلى المحور الثاني، لأن المحور الثاني خلفه أشياء كثيرة فيأخذ مني مدة أطول. الحلول المتبعة، المتبع تنفيذها خلال الأزمة. أنت اليوم جتك الأزمة، الأزمة حاصرتنا طبعا. في ناس تنبأوا بالأزمة، في ناس يوم شافوا الصين، والصين صار يعني الصين من عمره يتوقع أن الصين في يوم تبي تغلق مصانعها وترفع يدها وتقول إحنا في حظر تجول. ما تصدق الصين تعمل ليل نهار، عندهم صناعة قوة في العمل. فاللي تنبأ أخذ احتياطه. فاليوم أول احتياط أنت أخذته هو الفيروس. الفيروس هذا ومستهلك، الفيروس يبي وقاية، يبي عناية عشان تتجنبه. فلازم تبين للمستهلك أنا ميقن أن هذا الفيروس فيه، أنا ما أكابر، أنا اليوم ميقن أن هذا الفيروس فيه، ولكن أنا صنعت فريق ليتجاوز هذه الأزمة على الفيروس. فالفريق لابد أنه يكون ميقن أن فيه فيروس، متبع لوسائل السلامة كاملة، الوقاية، تغسيل اليدين، لبس القفازات، كل هذه الأشياء. اتبعنا في كفة، احنا كبراند كفة ما عندنا درايف ثرو أو خدمة السيارات، فمليكنا وتوجيهاته كانت أنه يقف الدخول، يمنع الدخول في المقاهي والمطاعم ويقتصر على الطلبات الخارجية. مباشرة اجتماع الفريق، قال وش تبي مني؟ وش تنصحنا نسوي؟ احنا معك من يدك هذه إلى يدك هذه. هذه تكلمت عنها في النقطة اللي قبل، النجاحك يكمن في فريق. جاء الفريق وقال
آمل وش بغيت؟ قلت اليوم احنا عندنا كاشير واحد والكاشير هذا كان يخدم جهتين، بس اليوم احنا لازم نطلع ونخدم كل احد بيجينا ونخدمه بحذر. اولا فريق كاشير، قسمنا الكاشير انه يكون كاشيرين ما هو بواحد يخدم الناس اللي يجون ويطلبون. جينا قسمنا الفريق اللي داخل البار انه يكون الفريق هذا كل واحد على شغله وليس متقاربين من بعض. ايضا خوفنا على الفريق مثل خوفنا على المستهلك، لان الفريق يعد جزء من الشان مثلكم. انا ايضا كمالك انا اعد جزء من هذا الشان اللي قد يتاثر من هذا الفيروس، فانا ميقن بوجود هذا الفيروس، ميقن بان الفيروس يحتاج مني اني اكون حذر في اتخاذ اي قرار للمنشاه، ولكن لا اغلق هذا المنشاه. حطينا كاشرين فرقناهم، وحطينا ايضا فريق خاص بتوصيل الطلبات الى السياره. كل هذا التعقيم وريناه الناس، والناس صارت تتداوله. انا يعني اليوم الناس هم اللي يساعدونك في النجاح. انا كاتب جمله هنا عشان ما اتاخر فيها، أعطيكم إياها أقوم بإذن الله. فولله الحمد ارتفعت مبيعاتنا للمشروبات ارتفاع ملحوظ، تداركنا أزمة المشروبات. بالمقابل انخفض عندنا مبيعات الحلويات اللي كان ولله الحمد معمل كفة لا يقف يوم بدون عمل. عندنا حركة، عندنا شغل، وصار الدروب في الحلويات بشكل فظيع. صار فيه نزول في المبيعات، عدم عمل، الموظفات صاروا يتكلمون يقولون نبي شغل، صور هذه، شوف لي هذه، بحكم ان اليوم يتابعوني في السوشيال ميديا، عندي متابعين اثق فيهم يثقون ايضا في المنتج اللي اطرحه، لاني ما اطرح منتج الا وتعبان فيه. فاقترحنا ان ننقل مثل ما نقلنا الصوره عن كفه لبيع المشروبات، ان ننقل الصوره في صنع هذه الحلويات. من مصور الله يجزاه خير من ضمن الفريق ايضا، وفريق العمل البنات والتسويق. فاقترحنا انه يكون في تصوير لمقطع عن تعقيم البنات وحرصهم على هذا، على انه يكون كل وسائل السلامه متبعه في معمل الحلويات الخاص بكفه. انتشر هذا المقطع لله الحمد وارتفعت نسبة المبيعات. فهمت مني نقطة؟ أنا الحين ما أنا قاعد أذكر لك نجاحات، أنا قاعد أقول لك أن الشخص اللي عنده مؤسسة ومن أول يوم واجه الفيروس، واجه كورونا، انصدم، وقف، هذا مستحيل يتحرك، لأن طافه المستهلك من البداية. من أول يوم للأزمة أنت ما وصلت له وما حدثته بإيش أنت تفعل، بيصعب عليك الطريق. بس مو معناته أنك توقف أبدا، لابد أنك تتحرك بأعلى طاقتك لتبرز نفسك، تبرز نفسك لمستهلكينك الموجودين الحيين. لا تبحث عن عميل جديد، أنت مكون قاعدة عملاء يمكن تخسرهم في ظل هذه الأزمة، فحاول قدر الإمكان أنك تحافظ عليهم بكل طريقة كانت. تكسب رضا، تحاول أنك تتواصل معه، عندك وسائل تواصل اجتماعي، عندك إنستغرام، عندك سناب، أشياء هذه سهلت عليك أنك توصل للعميل أنت وش قاعد تسوي، مو فقط تتبع لتوجيهات الدولة وتنزلها في حساباتك أن اليوم أنا قفلت، صار حظر تجول، أنا سويت كذا، أنا فعلت كذا. لا، أنا أبي منك عمل أنك أنت غيرت سلوك بناء على تأثير هذا الفيروس وتوصله لكل الموجودين. أيضا صار عندنا ولله الحمد قبل بشهر من الأزمة
التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية واللي حث عليها الكثير نسبة النمو تصل إلى 30% وأعلى في السنة نسبة النمو للتجارة الإلكترونية. ترى هذا الكلام ما هو بسيط يا ناس، نسبة النمو في التجارة الإلكترونية مرة عالية. والله الحمد كفى قبل شهر من الأزمة أطلقنا متجمع إلكتروني كنا نعمل عليه هلا. أستاذ فيصل اسمح لي بمداخلة بسيطة. كثير من الحضور معنا اليوم هم رواد أعمال وأصحاب منشآت. سؤالي لك أستاذ فيصل، إحنا نبغى نعرف إيش الأدوات اللي المفروض أنها تستغل ونخلي غيرك يطبقها في مجاله، سواء كان في مجال المطاعم أو في الكافيهات. يعني إحنا عارفين إنه الجميع الآن مار بهذه الأزمة، الجميع عنده نفس المشكلة اللي هي عندكم، فما هي الأدوات اللي ممكن أن نستخدمها خلال هذه الأزمة لتقليل الخسائر، أو حتى ممكن نقول تعدد في نقاط البيع وإيجاد حلول بديلة؟ نعم. طيب، أولا المستهلك له عين تنظر وله أذن تسمع وله لسان يتذوق. جعلت اللسان بالأخير لأن العين تأكل قبل اللسان، ولأن الأذن تسمع قبلهم. فأنت اليوم إذا ما وصلت لعميلك اللي أنت خلقته الأشياء هذه كلها، ما راح تقفز إلى المرحلة اللي بعدها. أنت اليوم عشان تحل أول مشكلة اللي هي البيع، أغلب المنشآت اللي تأثرت اللي هي عندها ما عندها دليفري قلت لكم، فتحل المشكلة مثلاً في برامج الدفع. إحنا مثلاً في كفة نستخدم فودكس. فودكس يعمل سحابي ويعمل واي فاي، فالإنترنت يسمح أنك تأخذ الآيباد للكاشير وتطلع برا بآيبادك. أنت هنا اختصرت وقت كثير وكبير على الزبون. ليش؟ لأنك أنت مباشرة تأخذ الطلب منه حتى وهو واقف، يعني الدرايف ثرو. الدرايف ثرو لا، أنت تأخذ الطلب بعدين تحرك بسيارتك تروح شباك ثاني عشان تستلم. لكن أنا هنا قاعد أريحك وأبين للناس أني أنا ريحتك بدل ما تنزل. أيضا الكاشير إذا جاي يروح للعميل لابد أنه يكون لابس كل الأشياء الوقائية عن كورونا. أنا أعطيتك حل أول اللي هو أنك تستخدم برنامج مبيعات. طبعا أنت الأزمة تتكلم أنت ما تدري عنها، لكن أنت لازم تتيح هالشيء، لازم تبين أن هالشيء موجود عندي. فالخدمة هذه مرة سرعت علينا كثير. ليش؟ لأنك أنت تطلب من الآيباد مباشرة تطبع الفاتورة. فإذا طبعت الفاتورة اللي جوا قاعدين يحضرون الطلب والكاشير ما رجع دخل ودور كثير. اليوم أنا أشوفهم من أخواننا في المنشآت مطلع طاولة وحطها قدامه، هو عنده طاقم عنده فريق عمل، لكن كلهم واقفين مسوين زي كذا. خطأ. أنت لو جيت وشريت آيباد بألف ريال وأتحت نظام الكاشير وخليت الآيباد هذا يمشي مع اثنين، طبعا اليوم مع الوقاية الحكومة شادة حيلها بأن تبين الدفع بمدى ورفعت الحد من 100 إلى 300. فأغلب العملاء اللي يجونك قاعدين يدفعون في مدى، فعندك جهاز الشبكة تقدر تطلب من البنك جهاز آخر، فيصير عندك طاقم كاشير إذا وقف الزبون مباشرة ينخدم. أنت الخدمة هذه اللي أنت سويتها الواحد تبي تنتقل للي حوله كاملين. يعني أنت اليوم إذا جاك زبون أدرن عنده السوشيال ميديا، أدرن عنده سناب، أدرن عنده متابعين، فأنت إذا أعطيتها الخدمة هذه سمع، إذا سمع سمع للجميع والجميع بيجونك. فهذه نقطة نجاح في أي مؤسسة يحاول أنه يطبقها. أيضا اليوم المواقع زد وسلة، تقدر أنك تدخل على هذه المواقع بدون أي تعب ب200 ريال، ب500 ريال، تقدر أنك تدخل على هذه المواقع تعرض منتجك، تتفق مع شركات الشحن. أيضا هم يتفقون لك مع شركات الشحن. أيضا أنت تقدر تتفق مع مرسول وتعرض منتجاتك. لا توقف، لا تحط يد على يد وتاقف. اللي عنده ولاحق إن عنده هانجر ستيشن مثلا بيقدر، لكن ما هو بقادر من التجارة الإلكترونية.
التجاره الالكترونيه الناس اللي عندها يعني انا اليوم في كفه التجاره الالكترونيه عندي متجر عندي ادوات عندي بيع بن انا كمحمصه قاعد ابيع بن كيف اوصلها للمستهلك باقل سعر بسرعه باعلى محافظه نفس الكلام انا قاعد انقل لك انا كيف قاعد اشتغل كيف اني ابين للناس وقايتي من هالشيء وانا اشتغل بحذر حتى لما اجي اوصل لك اوصل لك بحذر في اليوم المنشآت اللي قفلوا بابها ادخل على هذه المواقع وخلك تجاره الكترونيه خلك اونلاين اطلع حط على وسائل التواصل اللي عندك انت اكيد في انت باني عملاء قبل في الانستغرام مثلا انت بنيت العملاء ودروا انك قفلت وصرت تفتح في وقت الحظر في وقت الحظر يعني 5 ساعات او 6 ساعات عندنا في المدينه ما تكفي اني اجيك حتى لو جيتك تلقاني متخوف وما ابي اخذ القطعه وادخل محلك والمس شيء فانت اذا حطيت تجاره الكترونيه ومتجر وشرى العميل وجاء في الكرتون بياخذه يبي عقمه يبي طهره بس هو محتاجه انت اليوم محتاجك المستهلك فلا تغيب عنه انا انصح اي منشاه انها ما تغيب شيء بنته ابدا عندك مستهلك انت بنيته حافظ عليه حافظ عليه بقدر الامكان لا تستسلم فالاستسلام من البدايه من صناعه دراسه الجدوى اذا انت استسلمت راح مشروعك فعد هذا اليوم هو محاولتك في انك تجتاز هذه الازمه وترى بسهوله تجتازها احنا صار في احصائيه من وزاره التجاره اليوم اطلقت مدى رضا المستهلكين في السوق العالمي السعوديه احتلت المركز الاول ليش المستهلك عنده ولاء عالي مره لدرجه انك يعني ودك تقول له اعطني راسك احبه من كثر ما هو يمدحك ويشكرك ويثني عليك ولو قلت له انا متضايق يمكن يدخل عليك ويقول لك امرني وش تبي بس ابن هذه المساله لا تتحدث مع المستهلك بانك تاجر او صاحب بزنس او ان عندك منشاه وانت تتحدث معه ب ما ابي اقول بعلو ما ابي اقول تتحدث معه باللغه الرسميه لا تحدث معه بلغته حاول اعرف كيف توصل منتج كله وتعرضه وهو مرتاح وميقن انك انت معه ما انت بتاجر اليوم بدون ذكر اسماء اليوم اصحاب البراندات المعروفه قديما سابقا لو ترجعون وتقرون محاورهم تقرون اشياءهم في السوشيال ميديا تلقونهم انزلوا الى عقليه المستهلك في التسويق في الماركتينج في الاشياء هذه انا اليوم اعتب على البراندات اللي توها طالعه تبدا الماركتينج تبدا التسويق في اعلى مراحله وتاخذه من منطلق غير منطلقنا يعني مثلا تقتدي في دوله ما هي بدولتنا انت المستهلك عندك غير انت لو براندك هذا ينتقل للدوله الثانيه ينتقل للدوله الثانيه حسب مستهلكين المستهلك قد منك 90% من دخلك انت اللي قاعد تسويه فانت لازم تخاطب هذا المستهلك عشان ما تاثر وحط ربع ساعه صح جميل استاذ فيصل قبل لا ننتقل الى مرحله الاسئله والاجوبه انت تكلمت عن نقطه مهمه تفضل نعم انت ذكرت نقطه مهمه وهي اللجوء الى التجاره الالكترونيه عن طريق التسويق للرو ماتيريالز مثل ادوات صنع القهوه او البن نفسه طيب ممكن ننتقل الى نقطه ثانيه مهمه وهي انا كصاحب منشاه عندي اجار محل عندي عماله هذول كلهم عليهم تكلفة أنا كيف أني ممكن أتصرف من خلال هذول العاملين؟ طبعا التصرف الأول جاك من الدولة أنه أجل عليك كل المتعلقات على الموظفين جزاهم الله خير يعني سووا أشياء كثيرة تساعدك على بقاء هذا الموظف أيضا في الأزمات في ظل الأزمات أنا أتكلم اليوم عن شخص خلاص أزمة معه مع العلم أني ضد أي منشأة بانية نفسها لها سنة سنتين 3 سنوات
مكونة أرصدة وعندها موظفين تحافظ على موظفينها حتى لو تقطع من لحمها، لأن هذا الموظف هو خايف منك، خايف أكثر منك على هالمنشأة. لو تدخل عليه تلقاه ضايق صدره أنك والله ما دخلت اليوم، تلقاه مثلا أنت متعود أنك تدخل 5000 اليوم دخلت 2000، تلقاه منكسر ويقول لك ترى والله اليوم دخلنا 2000. هذا لا تفرط فيه، حتى لا تجي وتقول له تراي أنا بنزل راتبك. لكن أنا أتكلم إذا منشأة شبه انعدمت، طبعا أول شيء أنا أوجه رسالة للتجار بأنهم يراعون هذه الأزمة في خفض الإيجارات على المنشآت، وخاصة البراندات السعودية للشباب السعوديين. أمثال شاب سعودي اليوم تلقى عليه قرض، عليه أشياء مرة كثيرة، مترتبات، ماخذ تمويل، دعم من منشآت، أشياء مرة كثيرة، استأجر المحل وعنده إيجار. فالتجار اليوم مثل ما حنا واقفين مع الدولة، أيضا المفروض أن التجار يدهم بيد واحدة. ليش؟ تعال أنت خفض إيجارك علي، أنا أقدر أدفع رواتب الموظفين. إذا أنت خفضت إيجارك أنا دفعت رواتب الموظفين، فتحت بيوت. لا تنسى أن كل موظف جاي يشتغل له 4000 ولا 3500 عنده بيت وعنده ناس. فأنا اليوم أوجه رسالة قبل الموظف للشخص اللي هو مسؤول عن المحل، أني أطلب تخفيض إيجاري، خفض لي إيجاري أخلي موظفين قبل ما أقلل، قبل ما أقلل رواتب الموظفين. في منشآت كثير توجهوا إلى أنهم يقللون إلى نصف الرواتب ونصف عدد ساعات العمل. أنا ما ألوم، بس أنا أقول لك إلى آخر حد ابقى يدك بيد الموظف، لأن الموظف هو نجاحك. اعذرني استاذ فيصل، الوقت بدا يداهمنا. الان عندنا اداره اللوجستيك وسلاسل الامداد، بس بشكل بسيط يا ليت ناخذها دقيقتين كذا باجازه عشان نفتح الاسئله للحضور. اداره اللوجستيك اليوم تكون القلب النابض للمؤسسه. اولا اذا كانت المنشاه كمطاعم عندك مواد خام تنتهي صلاحيتها، أنت كنت تشتري منها مثلاً ب20,000 ب30,000 تقعد معك أسبوع، اليوم تشتري نفس المبلغ ولكن بالأخير تنتهي تاريخ صلاحيتها، تبقى خسارة عليك. أنت اليوم قبل بالأيام اللي فاتت إذا كان معدل الخسارة في الشهر من هذه المواد الخام لا يعادل شيء من مجمل الأرباح، اليوم أنت لازم تبحث عن هذه، رح لمستودعاتك وشوف الخام عندك تكلفته وشوف كم يقعد المنتج اللي يكلفك، وحتى لو ينباع 4-5 وقفه، لأنه هو قاعد يكلفك من جهة ثانية أكثر. فتقليص المنيو حسب اللوجستيك وحسب سلاسل الإمداد مهم. ارتفع هذا المنتج علي لأن المورد اللي كنت أجيب منه في المنطقة الفلانية صار ما يجيني، المفترض أني أقطعه وأوقف المنتج وأعتذر للمستهلك أن هذا المنتج اليومين هذه نفذ مخزونة مواد الخام صعب علينا أن نلقاه، فعلى طول بيتقبلها المستهلك وبينسى الموضوع. بس أنت تبحث عن الثغرات في الخدمات اللوجستية، في الإيجارات، في الأشياء اللي تؤثر على التاجر قبل الموظف. هذه بصورة سريعة. جميل جدا. إذن يجب ربط العملية التشغيلية بالعملية اللوجستية على حسب الطلب. الآن راح نفتح إن شاء الله المجال للأسئلة. زي ما أنتم شايفين تحت في Q&A اطرحوا أسئلتكم هنا، وبإذن الله الأستاذ فيصل راح يرد عليها. إحنا جتنا مجموعة من الأسئلة وما شاء الله التفاعل كبير. السؤال الأول من الأخت نور، كونكم منشأة صاعدة كيف تعاملتم مع الموظفين في ظل هذه الأزمة؟ تعاملنا مع الموظفين، احنا عندنا عدد زايد، تعاملنا مع الموظفين اللي شفنا أننا ما نحتاجه اليوم، خلينا يأخذ إجازة من رصيده، لأن أغلب الموظفين عندهم أرصدة، فقلنا له احنا في ظل الازمه، فالله لا يهينك عندك رصيد، حاول انك تخلص الرصيد، انا بدفع لك الراتب
للرصيد، لأنك أنت عندك رصيد. إذا الشخص ما عنده رصيد أقدر أني أدخل في موضوع إجازة بدون رصيد، أدخل في موضوع هذا الوباء أثر علينا، حتى مكتب العمل واقف معنا كمنشآت، لكن أنا اليوم في كفة اللي توجهت له، اللي توجهت للناس اللي عندهم أرصدة وقلت لهم خذوا أرصدتكم، اللي عنده 10 أيام اللي عنده 20 يوم خذوها واستريحوا بيوتكم ولا تكلفون على نفسكم إلى أن تقضي إجازتكم. جميل جدا. طيب في عندنا سؤال يقول ما هي الحلول اللي فعلا نحتاج أن نركز عليها جميعا لتفادي هذه الإشكالية؟ يعني لو تختصر لنا كذا ما هي أهم الحلول لتفادي هذه الأزمة؟ النقطة الأولى، إذا عندك منتج ما يصنع يعني عادي ينقل، ادخل على مباشرة الحين، روح افتح لك في سلة أو زد الحين، ادخل على زد، حط لك موقع، حط لك أشياء، حط منتجاتك فيه وقول لهم أنا أبوصل عن طريقكم وبتبعه، لأن عندك قاعدة بيانات. وإذا عندك محل حط وفصل بناء والصق على الباب إن عندي أنا ترى أونلاين، وإنكم ترى وأنتم في بيوتكم يبي يوصلكم. وإذا أنت بس في نفس المدينة اللي أنت فيها، سواء في المدينة أو الرياض، قلنا بنوصله لبيتك وأنت في الرياض أو في المدينة، واشتغل بدون ما يجونك، لأن أنت بتقلل نصف المسافة عليك يجونك مباشرة. والشيء الثاني، إذا أنت مطعم كبير ومتعود أن كل الطلبات اللي عندك محلي، ما عندك شيء سفري، فمستحيل أنك تقنع الزبون أنه يجي ياخذه، لازم تغير الفكرة. جميل. في عندنا الأخت مرام والأخ عبد الله سألوا تقريبا نفس السؤال. ودي أسأل بالنسبة للمقاهي في المجمعات التجارية، بما أنها مغلقة، كيف ممكن تواكب وتعوض خسارتها؟ يعني أنت عارف أن وضع الكافي اللي موجود داخل منشأة تجارية أو مول غير عن اللي موجود بالخارج، يقدر يتعامل مع الزباين بشكل مباشر، لكن داخل المول صعب. فممكن كيف ممكن اتجاوز الازمه هذه واعوض الخساره؟ طبعا انت خسارتك طبعا خلاص، انت الان مقيد، سكروا محلك، ولكن لابد انك تظهر، عندك مستهلك كان يجيك ويعرفك، لابد انك تظهر، يا انه في اشياء اجتماعيه كدعم للصحه، كدعم للعسكر، كأشياء مثل هذه، أشياء مرة كثيرة أن تقدر أنك تصنعها بدون اللجوء إلى محلك. فأنت بتحارب على هذا الاسم، أنك تبقى تخليه ظاهر قدام الناس في التسويق، لأنك أنت ما تقدر تصنع، خلاص قفلوا عليك كل شيء، بس اليوم اسمك هذا اللي أنت بنيته لا تسكت عنه، ادخل في أي بادرة، ادخل في أي شيء، حاول أنك تظهر الاسم اللي أنا موجود موجود موجود، حاول أنك تصنع نفسك. جميل. طيب الأخ ماجد يسأل أستاذ فيصل، من تجربتك الشخصية بعد حدوث الأزمة، هل ترى أنك كصاحب منشأة في الوضع الحالي استفدت من حدوثها بأي شكل من الأشكال؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي الفائدة المرجوة؟ كيف أني أنا أستفيد أحول الوضع الحالي من أزمة إلى أمر إيجابي عائد إلى منشأتي؟ أنا استفدت استفادة كبيرة جدا، لأنها علمتني أني صنعت فريق جبار، علمتني أني صنعت أبطال أقدر أسند عليهم ويوقفون معي في ظل هذه الأزمات. أيضا استفدت من أي طيحة تجيني أني أقدر أقوم من وراها. أيضا هي استفادة للجميع أن ما في شيء يدوم أبدا إذا أنت منت وراءه، فلا بد أنك تحارب وتظلك تسبح إلين تحاول أنك تصعد إلى سطح البحر، لا توقف. جميل. أبداً ولا تيأس. طيب الأخت فنان تقول أنا صاحبة كافي لسه ما فتحت، الافتتاح راح يكون يوم العيد، وش تنصحني اللي أسويه في هذا الوقت لحد ما تنتهي الأزمة؟ وفي سؤال ثاني يقول هل تنصح أصلاً بالانتشار أو أني أفتح في الوضع الراهن أو توسع الفروع؟ أبداً لا أنصح في أي خطوة إلا الخطوة اللي هو بدأ وموجود. يعني أنت اليوم موجود في السوق وحي وواقع،
أنت تقدر تستغل أي شيء صار موجود في السوق وأنت كنت تشتريه قبل وتدري أن هذا الشيء بعد الأزمة يبي يستمر، فحط مبالغك فيها. أي شيء أنت تشوفه موجود وعندك فلوس تبي ترجع، الأزمة بإذن الله بإذن الواحد الأحد لن تدوم طوال الحياة، الأزمة فترة، ولكن من اللي يعيش بعد هذه الأزمة؟ فأنا أتمنى من كل شخص يعرف منشأته هذه وش عنده أشياء كان يجد فيها صعوبة بالحصول عليها، يتوجه الآن ويبحث عنها ويحاول أنه يحصل عليها، حتى لو يدفع 30% ولا 20% ويقول ترى بعد الأزمة أنا بأخذ منكم هالشيء. جميل. طيب الأخ محمد يسأل، واسمح لي أعيد صياغة السؤال، ما هي كلمة السر في صناعة فريق العمل اللي عندك؟ يعني زي ما انت عارف كثير من الموظفين الآن عندهم وقت فراغ جدا طويل، فأنت كصاحب منشأة كيف أنك تخلي الأمر هذا إيجابي على موظفينك، في تطوير موظفينك، في تحسين بيئة العمل، في وضع خطط للنمو وسياسة بالخروج من هذه الأزمة؟ ضعهم تحت التحدي. أي فريق عشان تبنيه، أول نقطة كن من ضمن الفريق ولا تكون المدير. ادخل فريق، إذا أنت ما قد جربت فانزل يوم لمنشأتك، كن من أعضاء الفريق، تحدث مع الفريق كأنك تتحدث مع موظف وأنت موظف، تحدث معه كأخ، تحدث معه لا تتحدث معه كصاحب مؤسسة أو منشأة، ابحث بالحلول معه، خله يتكلم، اسمع منه، شوف وش يبي. ودايم إذا جيت تبي تفرض رأي افرضه بالقبول، اطرحه، خذ منهم أفكار، حاول أنك تدرسها بس معهم عشان يكونون جزء من هذا النجاح. الفريق اليوم لازم يكون جزء من النجاح، إذا نجحت نجحة، إذا طحت ما راح يترك. هذا السر في الفريق، والفريق يحتاج منك الكلمة الحلوة، يحتاج منك الدعم النفسي له، إذا أنتج ترى يبي يشكر منك، وإذا قصر يبي أنك تغفل عنه للمرة الأولى والمرة الثانية، المرة الثالثة تجي تحذره. ما هو بكل شيء يتعامله بالواحد والاثنين، ما هو بكل شيء يتعامله بالخصم. جميل. لو تأخر ساعة تخصم عليه، لو هذا التعامل غير ناجح في فريق عمل لأغذية والمشروبات خذوها منه. وممكن برضو يكون استغلال الوقت في مثلا توفير دورات تدريبية للموظفين، لكل موظف صحيح. حسب حاجته أنت كصاحب منشأة. نعم، هذا الشيء أنت تبنيه. طبعا الموظف اليوم هو لاقي كتمة في بيتهم بسبب أنه قاعد ساعات طويلة في البيت، فيحاول أنه يجيك لو تقول له وش تبي يبي يصنع لك. فأنت عندك أشياء مثلاً قلت لك اللوجستية، عندك جداول، عندك أشياء يقدر يجهزها لك، يقدر يجرد مخزون، يقدر يتابع، يقدر يحط أنظمة لائحة، يقدر يسوي أشياء. الفريق لا تخليه ساكت، لا تخليه قاعد، شغله. حاول أنك كل ما لقيت واحد فاضي تعال قل له أنا أبغاك، زي مثلاً أنا طرحت فكرة بس ما طبقتها، طرحت فكرة أني أحط رقم واتساب وعندي مثلاً طاقم موظفين لكل واحد معه سيارة، وأقول ترى يبوصل للبيوت، أنشر في وسائل التواصل الاجتماعي حقتنا وأقول يلا. فهذه من طرح الفريق لي، أن هم يوصلون، هم دام ما عندهم أحد يجي حنا نطلع لهم. جميل. طيب ما شاء الله الأسئلة جدا كثيرة، حاولنا أن نغطي أكبر قدر. شكرا لك سم. أقول نقطة، أنا بقول لأي تاجر، إذا أنت كنت جزءا من هذا التعثر صدقني لن تتنفس مؤسستك، لأنك أنت مصاب بالكتمة وتحتاج لطبيب ليجعلك تتنفس. تنفس وكن قوي وميقن بأن الأزمة ستكون مدرسة لك ولأخطائك، واعمل على التحفيز، واعمل على التطوير الذي سيكون بعد الأزمة مدرسة لك ومدرسة لفريقك. جميل جدا، الله يعطيك ألف عافية أستاذ فيصل. شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا، وهذا يدل على حسك الاجتماعي. احنا اليوم كلنا نمر في أزمة،
يجب على كل أفراد المجتمع أن نتكاتف مع بعض ونحاول أن نطلع منها إن شاء الله بأقل الخسائر في ظل الدعم من حكومتنا الرشيدة. شاكر لكم كلكم تواجدكم. أي والله شكرا لكم جميعا. بإذن الله راح يكون في دورات تدريبية وراح يكون فيه لقاءات تجارب من أصحاب منشآت بشكل أسبوعي، راح يكون في جدول راح يطلق بحول الله على حسابات التواصل الاجتماعي لمركز دعم المنشآت، الرياض SSC_RUH، المدينة المنورة SSC_MAD. شكرا لكم جميعا ونشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا أستاذ فيصل. عفو طال عمرك، أنا مرحبا.